وإحدى هذه الصفحات تحتوي رسمة مخيفة للشيطان، وفي عدد من المرات شاهدوا ظلالاً بهيئة بشر، والحالة الوحيدة للتخلص من هذا الكتاب هي حرق كل صفحاته، ومن ثم التخلص من الرماد. أهلا بكم بعالم تغزور وحوش بكل مكان، كنا بندنا تصدي في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ It's me Doritos. فيديو اليوم يا أصدقاء مختلف قليلا، وهو الجزء الأول من 5 كتب شيطانية عليك أن لا تقرأها أبدا. وهذه الكتب يا أصدقاء ليست من وحي الخيال، وإنما هذه الكتب على ما يبدو أنها تحتوي تعاويذا حقيقية ومظلمة أيضا. لذلك قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. حسنا يا أصدقائي، هذه الكتب تستطيع استدعاء الأشرار والشيطان بنفسه، فيوجد بعض الكتب التي تكون ملعونة جدا لدرجة أنه يمكن أن تقتلك، وإلى كتب أخرى قام بكتابتها لوسيفر بنفسه. لنبدأ بالكتاب الأول، ويسمى هذا الكتاب Lesser Key of Solomon. إنه كتاب سحري ملعون، ويقال أيضا أنه يحتوي على تعويذ استدعاء لأكثر من 72 شيطانا، ولا أحد يعلم من الذي كتبه. ما نعرفه عن هذا الكتاب أنه يحتوي مجموعة من النصوص تخبر القارئ كيف يستدعي الأرواح أو الشياطين، ومن ثم يخبرك هذا الكتاب كيف تسيطر على هذه المخلوقات. والآن لقد علمنا من أين تأتي مخلوقات SCP، أليس كذلك؟ حسناً، وبغض النظر عن كم تظن أن هذا الكتاب يبدو رائعاً، فلا تريد أبداً يا صديقي امتلاك هذا الكتاب، فهذا الكتاب يبدو على أنه ملعون جداً، فأي شخص يحتفظ بنسخة منه سيموت أو سيختبر الحظ السيء المستمر. وأحد الأشخاص الذين كانوا يملكون نسخة منه شاهد صفحة هذا الكتاب تنقلب من تلقاء نفسها، وفي وقت آخر طار الكتاب بعنف داخل الغرفة، وأيضا سمعوا همسات غريبة جدا تصدر من هذا الكتاب، وفي عدد من المرات شاهدوا ظلالا بهيئة بشر، والحالة الوحيدة للتخلص من هذا الكتاب هي حرق كل صفحاته، ومن ثم التخلص من الرماد. مع أننا لا نعلم من الذي كتب هذا الكتاب، ولكن تقول الأساطير أن الملك سليمان كتبه في الأصل لابنه، ثم طلب منه أن يدفنه معه في قبره، ولكن عندما كان يتحضر لدفنه وجدت مجموعة من الفلاسفة البابليون الكتاب، وأحدهم شاهد رؤيا من ملاك، وأخبره الملاك أن يخبئ هذا الكتاب من الأشخاص السيئين الذين لا يستحقونه، فقرر إلقاء سحر عليه لمنعه من الوقوع في الأيدي الخطأ. وهكذا يا أصدقاء حصل هذا الكتاب على لعنته، ولكن لسبب ما يمكن إيجاد نسخ عن هذا الكتاب في الأنترنت. حسناً يا أصدقاء، الكتاب التالي يدعى بذا جراند غريمويري، لا أعلم إن كان نطقي صحيحاً. حسناً، والمعروف أيضاً إن هذا الكتاب يحتوي على تعاليم شيطانية، وتم تسمية هذا الكتاب على أنه أحد أكثر الكتب السحرية رعباً في التاريخ. كتب هذا الكتاب على ما يبدو في القرن 16 من قبل رجل كان مسكوناً بشيطان، وقد كان هذا الكتاب مليئاً بالتعليمات حول كيفية استدعاء الشياطين وإقامة الأرواح من الموت. ويقال أيضا إن قراءة هذا الكتاب واتباع أي من تعاويذه تساوي بيع روحك للشيطان، وهذا سبب إبقاء هذا الكتاب مقفلا عليه بعيدا في أحد الأروقة السرية، لا يريدون لأي أحد أن يعبث بهذا الكتاب. ولكن أيضا تستطيعون أن تجدوا نسخا عن هذا الكتاب على الأنترنت. حسنا، ولننتقل إلى الكتاب الثالث، ويدعى هذا الكتاب The Book of Scared Magic. سابقا في القرن 15 أهدى ساحر ما يدعى إبرا ميلان ابنه كتابا مليئا باللعنات الأسطورية، وترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، وهنا أدرك الناس أن هذا الكتاب غالبا ملعون. ولكن لماذا؟ لأنه في هذا الكتاب تحدث عن كيف تسيطر على شياطينك. اعتقد إبرا أن لكل شخص شيطانه الخاص، ليس فقط مجازيا وإنما حقيقة، فيعلمك هذا الكتاب كيف تؤدي أمورا خارقة للطبيعة. وفي النهاية اعتقد أن كل من يملك نسخة منه سيلاحق من قبل الأرواح والحظ السيء كذلك. حسنا يا أصدقاء، والآن لننتقل إلى الكتاب الرابع، ويسمى هذا الكتاب The Book of سويغا، والمعروف أيضا باسم الكتاب الذي يقتل. وأقترح عليكم يا أصدقاء أن لا تقرأوا هذا الكتاب أبدا. تم اختراع هذا الكتاب في القرن 16، وهو بحث لاتيني حول علم الشياطين، وحتى هذا اليوم ما زلنا لا نعلم من قام بكتابته، لكن ما نعلمه أن جون دي الذي عمل كمشرف عند إليزابيث الأولى حصل على هذا الكتاب في عام 1580، أمضى كامل حياته محاولا أن يحول لغته الكاملة أو أن يقوم بترجمته، ولم يكن يدرك أن هذا الكتاب ليس جيدا أبدا وليس كتابا عاديا. فتحدث هذا الكتاب عن كيفية استدعاء الشياطين ومجموعة من التعاويذ وأمور كهذه،
وتقول الشائعات أنه لم يستطع ترجمة أحد أقسام الكتاب، وهي كانت صفحة بجداول ممتلئة بالأحرف اللاتينية، ولكنه كان مصراً على فك شفرتها. هيمنس بال الذي كان يعلم بأمور خارقة للطبيعة ووصية استدعاء الشيطان ذو الأجنحة المشابه للملاك والذي يدعى أوريل. لقد تذكرت هذه الكلمة حيث قالها التمساح SCP-682 لحارس البوابة. سأعرض لكم الفيديو. هذه ليست الحديقة وأنت لست أوريل أيها المدعي. وتم ضرب التمساح مرة أخرى. إنه أوريل نفسه، أليس كذلك؟ يبدو أن حارس البوابة هو شيطان. ما رأيكم يا أصدقاء؟ وفقط إن هذا الملك المجنح هو الوحيد الذي يستطيع فك الكتاب بأكمله، وأنذرهم أيضا بأن الذي يستطيع فك الكتاب سيموت بعد 2.5 عامين. وفي النهاية قاد هذا الكتاب جون إلى الجنون ثم مات، وبعد موته ضاع الكتاب لأطول فترة ممكنة، وحتى عام 1994 عندها وجدوه مجددا، وليست نسخة واحدة بل نسختين من هذا الكتاب. حسنا يا أصدقائي، والآن لننتقل إلى الكتاب الخامس، ويدعى هذا الكتاب The Devil Bibles، وهو كتاب ضخم يضم 310 صفحات، ويقال أنه يحتوي شرا وطاقة سلبية. اكتشف هذا الكتاب عام 1648 عندما غزا جيش سويدي مدينة براغ. خلال هذا الوقت اكتشفوا هذا الكتاب، والذي يعتبر أكبر كتاب من العصور الوسطى في العالم. كما قلت مسبقا، كان هذا الكتاب يتألف من 310 صفحات، ولكن كان أيضا بطول 36 إنشا، أي 91 سنتيمتر، وبعرض 20 إنشا، وبسماكة 8.7 إنشا، ويزن حوالي 74 كيلوغراما، هي أكثر من وزني. ولكن في الحقيقة يا أصدقاء، إن هذا الكتاب يحتوي على 320 صفحة، ولكن تم قطع آخر 10 صفحات وإزالتها. هنالك الكثير من الأساطير التي تحيط بهذا الكتاب. أحدها يقول إن هذا الكتاب كتب من قبل راهب، ولكن هذا الراهب كسر عهوده الروحية وحكم عليه أن يقفل عليه خلف حائط قرميدي ويترك ليموت. قبل موته بليلة أدرك أنه لن يستطيع إنهاء الكتاب، فقام باستدعاء لوسيفر وطلب منه أن يكمله بدلا عنه، وبالمقابل قدم له روحه. فتقول الأسطورة إن هذا الكتاب تم إكماله من قبل الشيطان بنفسه. هل تتذكرون تلك الصفحات التي قلت أنها حذفت؟ على ما يبدو أنه تم حذفها لسبب مهم جدا، وما زال الناس يعتقدون أن هذه الصفحات أخبرت الناس كيف يستطيعون استدعاء الشيطان. ومن الواضح أنه إذا وقعت هذه الصفحات في أيدي خاطئة سيكون ذلك أمرا سيئا جدا. ولجعل هذا الكتاب مخيفا أكثر، فإن بعض الصفحات مملوءة برسومات للشيطان وكائنات أخرى، وإحدى هذه الصفحات تحتوي رسمة مخيفة للشيطان. وعلى ما يبدو أن الكتاب يحتوي أيضا مجموعة من النصوص المظلمة وعن كيفية إلغاء التعاويذ في حال تم استدعاء الشياطين. حسنا أصدقائي، اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو عن رأيكم بهذه الكتب. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، كنا بندنا تستطيع في كل الأزمان.